السؤال التالي: راغب في تعلم اللغة الإنجليزية، ووقع بحثي على موقع يعلم المحادثات اليومية المقدمة له معلمة أصلية ناطقة أصلية باللغة الإنجليزية، طبعا حالها تبرج معلوم غير المسلمين وكذا وكذا، فهل يجوز لي التعلم من هذا الموقع ولا أستطيع الالتحاق بالمراكز المحلية لأنها غالية، ولأن المعلمين ليسوا نيتيف سبيكر، ليسوا من أهل اللغة، فيكون في أخطاء أيضا أثناء التعليم؟ الجواب عن هذا، واسمع بدقة: إذا تعين هذا سبيلا وحيدا لتعلم اللغة وكنت في حاجة ظاهرة إلى تعلمها لتمضي قدما في مجالك المهني، فيرجى أن تكون لك رخصة، واتق الله ما استطعت في التصون وغض البصر. إيه القاعدة؟ إقامة المصالح الشرعية الكلية وإن اعترض في طريقها بعض المناكر الجزئية. نحن نرسل أولادنا بنينا وبنات إلى الجامعات، والجامعات فيها من المناكر ما تعلمون وما لا تعلمون، لكن هذا هو السبيل الوحيد للحصول على شهادات وعلى تعليم وعلى إجازات وكذا وكذا، فلا نقضي على الجالية ومستقبل ناشئتها بالتجهيل من أجل هذه المناكر. هذه مصلحة كلية، تقام المصالح الكلية وإن اعترض في طريقها بعض المناكر الجزئية، ونوصي ناشئتنا بأن يتقوا الله ما استطاعوا. فيعني إذا لم يكن سبيل إلى تلقي العلم في غيره، لو واحد في الشرق عند جامعات مش مختلطة وعنده بديل إسلام، لا خلاص، يعني الحمد لله جعل الله لك فرجا ومخرجا، لكن ليس هذا هو الحال في معظم الأحوال. اللهم اهدنا سواء السبيل.